وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي اليوم في جنيف اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بهدف بناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية والتدريبية وآليات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك في مجال ترسيخ قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي وفي بناء مجتمعات إنسانية شاملة تنعم بالأمن والسلام واحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. بهذه المناسبة أعرب الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي عن اعتزازه بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي وفق رؤية مستنيرة نابعة من النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإشاعة قيم التسامح والتضامن الإنساني والحوار الديني والحضاري ونشر ثقافة السلام والتفاهم الدولي كركيزة أساسية لبناء مجتمع عالمي أكثر سلاما وعدالة وتضامن وازدهارا. وأضاف أن اتفاقية التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تتسق في مضامينها وأهدافها السامية مع مبادئ إعلان مملكة البحرين ودعوة جلالة الملك المعظم أمام الدورة 46 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في المنامة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية ومنع إساءة استغلال المنصات الإعلامية والرقمية في التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، مؤكدا حرص المركز على تعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين والجهات المعنية وتنمية مهاراتهم وتأثيرهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وحقوق الإنسان وسيادة القانون. من جانبه أعرب سعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي عن تقديره لجهود مملكة البحرين في مجال حوار الأديان والحضارات وتطلعه إلى تعزيز التعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تطوير السياسات والتشريعات نحو بناء مجتمعات شاملة متماسكة ومسالمة وعالم أكثر سلاما وتناغما بما يتسق مع المواثيق الدولية وأعلان المنامة.